ضمن الأزمة الزلزال اللي صارت، مو بس الأطفال نفسيا تعرضوا لصدمة نفسية ولا الكبار، كان في عنا حالات مرضية أخرى، كان في أشخاص عندهم أمراض سابقة بيأخذوا أدوية. حكينا ضمن صباحاتنا سابقا أنه نحن كيف قادرين نتعامل مع هدول الأشخاص، ولكن اليوم ضمن صباحنا قديش كمان في كان نساء خسروا حملهم الأول بسبب هي الصدمة. صحيح رشا، دائما بصباحنا غير للمرأة والعناية بها بصحتها أولوية ضمن صباحاتنا، واليوم نحن عم نحكي عن المرأة الحامل. في كتير أشخاص تعرضوا لصدمات نفسية مثل ما قلت، ذكروا خسروا الجنين، في أشخاص يعني هي بمراحل متقدمة من الحمل، مع كل هزة ارتدادية بيصير عندها نوبة هلع، أكيد هذا الشيء عم يأثر على صحتها. أكيد عم يكون التأثير سلبي كان على صحتها أو كان على صحة الجنين. الصدمة العصبية اليوم هي تأثيرها كتير سلبي ومباشر على صحة الجنين، وشفنا حالات كتير تأخر نمو بسبب هدول الصدمات العصبية. اليوم كيف نحن قادرين ضمن الأوضاع وضمن الظروف اللي نحن بنعرف أنه صعب كتير اليوم علينا أنه نقدم الرعاية الكافية لهي الامرأة الحامل، ولكن قدر الامكان شو نحن قادرين نقدم، كيف ممكن نحن نقدم لها الخدمات ونعتني بصحتها. معلومات حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم الدكتوره ساره الابراهيم، اخصائيه توليد وامراض نساء. يسعد صباحك دكتوره واهلا وسهلا بحضرتك. صباح النور. بدايه بدي ادعي بالرحمه لشهدائنا يلي ارتقوا بسبب الزلزال العنيف يلي ضرب البلاد، والشفاء العاجل للجرحى ان شاء الله. امين. اهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبدايه هيك بواقع تقييم اليوم، يمكن رصدتي عديد من الحالات النساء حوامل تاثروا بالزلزال، خلينا عم نحكي عن الضرر يلي عم بيكون او التاثير السلبي للزلزال على النساء بشكل عام. تماما. هلا نحن عم نحكي عن حدث يصنف ضمن التروما ان بريجنانسي، يعني الرد ضمن الحمل، والزلزال يصنف ضمن الماجر تروما، يعني من الردود العنيفه اللي ممكن تتعرض لها المراه الحامل، يلي بتتضمن السقوط مثلا من اكثر من طابق او انحباس طرف او متلازمه الهرس. فهون بدي اكد على فكره انه المراه الحامل عندها خطوره ضعف المراه غير الحامل انه يتطور عندها اختلاطات او صعوبات بسبب انه وضعها كمراه حامل. هلا اما بالنسبه للتدبير فهو النقاط الاوليه هي نفسها عند كل النساء، الاي بي سي دي اللي هي الاي الاير واي، متاكد انه هي قادره تاخذ نفس، البريسنج في عندها فرضا كان عندها صعوبه باخذ النفس ممكن نعطيها جهاز الاكسجه، بنشيك على النبض تبعها، اذا في نزف شديد ممكن نحاول نسيطر عليه ولو بارض الحدث، ايضا بنشوف هل هي واعيه متجاوبه للمحيط او بحاله غياب عن الوعي، وبالاخير نفحص المكان يلي تعرضت له الاصابه فرضا بطن طرف رجل. هلا بعد ما نقلنا المراه الى المشفى شو الاجراءات اللي ممكن نعملها لنطمن على وضعها؟ هلا ممكن نعمل حسب موقع الاصابه، ممكن نعمل طبقي للراس، صوره للصدر، صوره للطرف. كثير هون بناخذ سؤال انه معقول مراه حامل نعمل لها طبقي؟ هلا عندنا نحن فكره انه دائما الاولويه لصحه الام هي الاولويه على صحه الجنين، وفكره ثانيه انه اغلب هي الاجراءات ما بتعرض الجنين لدرجه اشعاع خطيره، يعني كلها تحت العتبه المؤذيه للجنين. فنحن متى ما اطمنا على وضع الام بننتقل للتطمن على وضع البيبي، كيف بيتم عن طريق الايكو، بنشوف كيف دقات قلب البيبي، وضع المشيمه، وضع السائل، بنطمن ايضا انه ما عندها علامات للولاده المبكره اللي هي تقلصات شديده، انبساق بالاغشيه، او علامات لانفكاك المشيمه اللي هي ايضا تقلصات الم بالبطن مع نزف مهبلي. متى اطمنا على وضع الام ووضع البيبي بدنا ناكد انه المراه لازم تاخذ لقاح الكزاز، لانه هون نحن ممكن نكون تعرضنا لجروح ملوثه. تمام. وايضا في حال كانت سلبيه الزمره لازم نعطيها ابره الزمره. البيبي بحال كان الحمل متقدم بعد الشهر السادس لازم نعطي ستيرويدات القشريه لنضج رئتين الجنين، لان هي مهدده للولاده المبكره. تمام. ومنأكد انه نطمن على وضع البيبي بالايد. طيب دكتوره، خلال الايام اللي مرقت وخلال عمليه الانقاذ من تحت الانقاض، شدنا ولاده لطفل. تمام. الام توفت والطفل يعني الحمد لله كان انه سليم. شدنا كمان ولادات ان كان بمركز الايواء، وشفنا اليوم حالات من الاجهاض. خلينا نحن بس شوي نركز على موضوع الاذى النفسي تحت ان كان تحت الانقاض، ان كان من حالات الذعر اللي عاشتها الام قبل الولاده. هذا التاثير شو تاثيره بشكل مباشر على الجنين؟ يعني شو هي المراحل اللي ممكن تاثر سلبيا على الجنين؟ تمام. هلا نحن عم نحكي عن حاله ستريس. هلا الستريس كثير بيأثر على الجنين وعلى الحمل بشكل عام، بيأهب للولادة المبكرة،
يعني المرأة الحامل اللي عم تتعرض عنه لنوبات الذعر هذه هي مؤهبة أكثر ليصير عندها ولادة مبكرة، ونفوت بقى باختلاطات الولادة المبكرة، الطفل رح يحتاج حاضنة، هل رح يعيش هل ما رح يعيش، والمرأة كمان الأذى النفسية اللي ممكن تتعرض له. هلا كثير عم يجينا كمان حوامل عندهم حالة البوست ستريس، يعني عم تجي المريضة عندها حالة نوبة هلع وزعر من كل هزة ارتدادية عم بتصير، عم ترجع نفس الأعراض اللي صابتها أول مرة، بتجي خفقان، تسرع بالقلب، تعرق، نفس حالة الزعر والهلع اللي صابتها أول مرة، حتى بالليل لما عم يعانوا من صعوبة بالنوم، عم يعانوا من كوابيس حول الحدث، حتى وهي فايقة فلاش باك عم تجيها ذكريات عن الحدث، ما عم يطلعوا يعني عم بيضلوا بحالة الزلزال والخوف. هدول شو تأثيرهم على الجنين؟ يعني هذا التأثير عم نحكي نحن على الأم. كثير تأثير سيء لأنه شو التأثير؟ يعني الأم هي بالنهاية عم تنقل لهذا الطفل نفسيته. هلا كل هي مؤهبة للتقلصات الرحمية، وبالتالي ممكن يتعرض الجنين لولادة مبكرة وخداج، وهي القصص يلي كثير ممكن تعمل نقص أكسجين، أذية دماغية عند الجنين. فنحن بدنا نأكد على الدعم النفسي للمرأة الحامل من المحيط، نحاول من العائلة من الوسط الداعم نفسيا، فرضا ما استجابت وكان عندها كثير أعراض شديدة ممكن نضطر نلجأ للأخصائية اللي هو الطبيب النفسي. تماما دكتورة، هو بالحالة العادية اليوم السيدة لما تكون حامل بتكون طبيعة جسمها مختلفة، بتكون أكثر حساسية، بتكون هرموناتها عم تتحكم أكثر بعواطفها. خلينا نحكي اليوم بموضوع الزلزال، ممكن في كتير سيدات ما في حدا بمحيطهم يعني ممكن يقدم لهم هذا الدعم، هن كيف ممكن يكونوا داعمين لنفسهم؟ كيف ممكن يقدروا يسيطروا على حالهم فينا نقول جسديا ونفسيا لحتى يخففوا من تأثير الخوف من حالة الزلزال؟ هلا اول شيء بدنا نوعيهم انه هي هزات ارتداديه، يعني ان شاء الله ما عاد يتكرر الحدث السيء اللي صار اول مره. كمان بنركز على تمارين الاسترخاء يلي هي النفس العميق، انه اول ما تحس انه هي بدها تجيها نوبه الذعر او الهلع تحاول تنظم تنفسها الاسترخاء. واكيد ما حدا ما في بجنبه وسط داعم، ولو كان عائله او جيران او صديقه مقربه. مثل ما قلنا اذا في حال ما استفادت من كل هدول ممكن نتوجه للاخصائيين النفسيين، سواء طبيب نفسي او المعالجين النفسيين يعطوا شوية تمارين أو مساعدة. هلا في أدوية كمان بآخر الحلول هي الدواء، إنه إذا ما استفادت على كل هدول في أدوية بتخفف القلق ممكن تكون آمنة ممكن بالحمل. هي حامل ممكن في أدوية آمنة بالحمل. إيه تماماً ممكن. طيب دكتورة، نحن عم نحكي اليوم عن شريحة ممكن إحصائيات ما عنا، ولكن هن موجودين بمراكز إيواء، هن خارج بيتهم، هن فقدوا أصلاً أمانهم إنه هن قاعدين ببيتهم. يعني هاي المرأة بحاجة خلينا نقول مو بس للدعم النفسي، أيضا للدعم المعنوي والمادي، الغذاء، تأمين الاحتياجات الأولية إن كان لطفلة أو كان لإلى، يعني خلينا من باب الشيء اللي إحنا قادرين نقدمه يعني بضمن هذا الوضع، شو أهم القصص الأساسية الموجود مفروض تكون موجودة؟ تماما. هلا انا بفضل انه اذا فيها تطمن ولو مره على البيبي بعد ما صار هذا الحدث الصعب، انه نمر على الطبيب نشوف شو وضع الجنين، دقات القلب السائل، المشيمه، نتاكد انه ما عندها علامات ولاده مبكره، ما عندها علامات انفكاك مشيمه مبكر، مثل ما قلنا النزف، التقلصات شديده. هلا متى ما اطمنا عليها بنرجع على مسح الحوامل اللي هو كل شهر تقريبا لازم تشيك على وضعها، وبس تفوت بعد 36 اسبوع بصير كل اسبوعين مره. باكد انها تستمر بالفيتامينات الموصوفه الى خلال فتره الحمل. كمان بنأكد على التغذية الجيدة، ومثل ما قلت إذا تعرضت للجروح وما كانت أخذة لقاح الكزاز إنها تأخذه هلأ، لأنه مشان ما يتطور عندها، ممكن تكون تعرضت لجروح ملوثة خلال هذا الرد العنيف اللي حصل. تماما هي، وإن شاء الله بالسلامة لجميع الحوامل. طيب دكتورة، خلينا نحكي اليوم عن حالات الإجهاض، والله يحمي جميع السيدات. بأي فترة من عمر الحمل هي بتكون معرضة للإجهاض؟ إذا بدنا نربطها بالحالة النفسية يعني أكثر. هلا الإجهاض الحالة النفسية بتأثر على كل مراحل الحمل. هلا بالمراحل الأولى قبل 12 أسبوع، يعني أول 3 شهور، رح نشوف إنه فقدان للحمل. ممكن تشوفي أنت بالقبل كان في نبض بالجنين، بعدين فجأة وقف النبض وخسرنا البيبي. ممكن لا فورا تفوت قبل ما تنتبه على توقف النبض، انه فورا نزف وخساره لمحصول الحمل. بالمراحل الكبيره بعدين بالشهور الاخيره ممكن نفوت بمثل ان الولاده المبكره يلي هي فورا انه بتولد من السابع او الثامن، وبقى بدنا نعرض البيبي للخداج، وكثير اولاد ما عم ينفدوا من هي القصه. انه البيبي ضل على انه عايش يعني دائما بالشهر، بيقولوا يعني بالسابع اهون من الثامن. لا هي كثير شائعه غلط، بالعكس كل ما كمل شهر زياده او اسبوع زياده بنقول ضمن الرحم هو افضل من دائما هي المعلومه بنسمعها انه خلق بالشهر السابع، بنشوف طفل سليم يعني كان لا جسديا او
كان سريريا ولكن دائما الشهر الثامن بيكون حساس، حتى بيقولوا لك هو ثقيل على المراه الحامل. هل ممكن احنا نشهد بهدول الاشهر وفاه للطفل بسبب الصدمه؟ الجنين. طبعا كثير ممكن، كثير ممكن. هلا الفكره انه النساء اللي تعرضوا لهذا الرد العنيف نحن لازم نقيمهم، نشوف اذا بحاجه نعطيهم ستيرويدات القشريه لنضج رئتين الجنين. يعني نحن ممكن نعطي دواء للام بيسرع نضج رئتين الجنين في حال حدثت الولاده المبكره، يكون هالجنين يعني قادر اكثر انه ينسجم مع الوسط الخارجي انه ينفض ويعيش. تمام. طيب دكتور، خلينا نعطي اليوم هيك نصائح اليوم بشكل عام بداية لكل السيدات يلي هن حوامل حاليا بمختلف الأشهر، كيف ممكن هن يعتنوا بصحتهم؟ شو الإجراءات يلي ممكن يتبعوها؟ كيف ممكن يخففوا عن حالهم أثر هي الصدمة النفسية؟ هلا باكد انه يستمروا على الفيتامينات الموصوفه لهم بفتره الحمل والارضاع، كمان التغذيه الجيده يلي قلنا عنها، يعرفوا شو الخطوط الحمراء يلي عندها لازم يراجعوا الطبيب، مثل ما قلنا تقلصات رحميه شديده، الم شديد، نزف. خليني دكتوره بس اقاطعك بهذا الموضوع، التغذيه الجيده خلينا نركز عليها، شو بنقصد فيها؟ يعني تكون مستوفيه للعناصر، نحن بناكد على فكره تكون موجود نسبه منيحه من البروتين، من الكالسيوم، تمام، ايضا من الحديد مشان ما يصير عندها فقر دم. هي هي. هلا اذا ما فيها تامنها عن طريق الغذاء اكيد لازم تاخذ الفيتامينات. تمام. وقد ايه اليوم، خليني اضيف لك نصيحه بعد اذنك دكتوره، انه اليوم احنا كاصحاء اليوم ما في عندنا امانه يعني انه نحافظ عليها نخاف عليها، قد ايه مهم تبعد عن الامور السوشيال ميديا والاخبار والصور. تمام. هذا الارشيف دائما عم يعمل ستريس عندها، يعني خاصة وقت اللي بيكون بوستات بس للتخويف والذعر ونشر الفوضى، يعني فقدمهم هاي القصة. يعني اي اكيد بفضل انا ان تبعد كثير عنها، لانه مثل ما قلت نحن يعني ناس عاديين كثير عم نتاثر، بقى هي الحامل لسه معرضه اكثر للتاثر، وشفنا شو الاثار السلبيه عليها وعلى الجنين. فانا بفضل ان ابدا تحاول تبعد هالفتره عن وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا المشاهد العنيفه اللي عم نشوفها، النساء تحت الانقاض والمناظر للأسف الصعبه. للاسف كانت مناظر مخيفه. بدي اسالك عن معلومه دكتوره، دائما بيقولوا الام بتنقل نفسيتها لطفلها، يعني دائما بيقولوا انه اذا كنتي انت مرتاحه بفتره حملك بيجي طفلك هني رايق. هل اول شيء هذا المعلومة صح او لا ما دخل هاي القصه؟ هلا مثل ما قلنا بياثر على ممكن ياهب لولاده مبكره وهيك. هلا الام انت بتنقل اكثر بفتره الارضاع، لانه انت عم تنقلي في الهرمونات الشده بتنفرز كمان فبينتقل للبيبي. بنشوف الام اذا متوتره الطفل كمان ببلش يبكي، بيكون متوتر مزعوج، لهيك بيقولوا انه كثير بتاثر الحاله النفسيه على البيبي حاله الام. معناتها حتى الام المرضعه اليوم هي تحت الضوء، يعني مثل ما بيقولوا. طبعاً الأم المرضعة حتى في نساء بيعانوا إنه ما عاد في حليب، يعني بتعاني إنه ما عاد في عم ترضع البيبي، ما عم يشبع البيبي، لأنه ستريس كتير بيأثر على الأم المرضعة كمان. دكتورة، يعني رغم كل النصائح يلي قدمناها دائما بتكون مراجعة الطبيب حتى لو ما في أي يعني عرض، هي إجراء ضروري. قديش المرأة الحامل كل قديش لازم تراجع طبيبة؟ هلا اللي ما عنده عوامل خطر المرأة العادية كل شهر مرة، وبنقول بس تفوت بالشهر التاسع بقى بصير كل اسبوعين مرة، لانه بصير لازم متابعة حساسة اكثر. هلا في نساء اللي بيكون عندها ارتفاع ضغط، عندها سكري، عندها بتكون تواتر الزيارات اكثر، ممكن تترك الاسبوعين نشوفها مرة. ودائما بنقول الدعم النفسي هو الاهم، دعم المحيط هو الاهم. اليوم يمكن حالات الفقد اللي صارت اثرت للاسف بشكل كثير سلبي، كان علينا نحن او كان على الاشخاص اللي هنن قريبين من الاشخاص اللي انفقدوا. اليوم وجعنا واحد، يعني فكيف هي المرأة، في يعني النساء فقدت كثير من عائلتها بهي الفتره وراحت لتقعد بمركز الايواء. اليوم في كوادر طبيه توجهت لهي المراكز لتقديم الدعم اللازم، وشفنا فرق من الاطباء الجوالي ضمن هدول المراكز عم يقدموا النصائح، عم يقدموا الاجراءات المناسبه. اليوم ما في سوري بخل بامكانيته، وشفنا هذا الشيء على الارض. فاكيد شكرا لكل الجهود اللي تقدمت من الفرق الاطباء اللي توجهت لمراكز الايواء. بدنا نشكرك دكتوره لكل المعلومات، والصحه والسلامه لإلك ولكل حدا عم يشوفنا. أكيد الصحة والسلامة لجميع الحوامل. آمين. شكرا لك الدكتورة سارة إبراهيم، اختصاصية توليد وأمراض النساء. شكرا لك.